من جيل بتواصل معاك كابتن هيثم، تحت حضرتك وضيوفك الكرام، وفوز جديد ومشوار جديد النادي الاهلي بيمشيه علشان حفاظ على بطوله جديده المره الثانيه على التوالي باذن الله تكون بطوله سوبر السله رجال في النادي الاهلي. وزي ما كنت بتكلم في الاستوديو على المكاسب، فاهم المكاسب النهارده هي ثلاثيات مهيب. معايا احمد مهيب. احمد مهيب الف مبروك الفوز النهارده، مباراه كويسه جدا. يمكن اول شوط كنا متاخرين تقريبا من 3 بونت، الحمد لله الكوارتر الثاني لوحده يعني في فرق تقريبا النادي الاهلي 33 بونت، اداء اكثر من رائع. عدد كبير جدا من اللاعبين النهارده كانوا في ادائهم، وفي يعني انت واحد من الناس اللي كانت النهارده لها بصمات كبيره جدا في المباراه خاصه في الثلاثيات، ولسه بنستنى منك الاكثر. الله يبارك فيك اولا، وبمسي على كابتن هيثم وضيوف الكرام. الحمد لله على مكسب النهارده. ماتش سموحه يعني بيبقى من ماتشات الغلسه، يعني الفرق اللي هي اللي بتبقى دايما معاك من الاول كده بتبقى عايزه تكسب. الاداء في اول شوطين ما كانش كويس طبعا، كان في غلطات كتير في الديفنس وكناش موفقين في الاوفنس، بس الحمد لله يعني في ما بين الشوطين مستر جوستي قال لنا على كام حاجه كده مفاتيح لعب يعني نعملها وكده، وقدرنا ان احنا نصحح من اخطائنا، والحمد لله يعني الاداء باين في الثالث والرابع فرقنا الحمد لله الطبيعي يعني الحمد لله. مباراة سموحة خلاص يا اربع مباريات في المجموعة الحمد لله اربع فوز، دخلنا على ثلاث مباريات اصعب من بعض على طول، زمالك، جزيرة، اتحاد، محتاجين ثلاثيات مهيب يعني. كلمنا بس سعد ازاي المباريات دي، وانت كمان بتساعد ازاي بشكل شخصي؟ طبعا هو يعني هو الماتشات بتيجي واحده واحده كده بالقوه، يعني كل ماتش بيبقى اقوى من اللي قبليه، مش يعني لازم الفرقه كلها نبقى جاهزين. طبعا الطريق مش سهل خالص، كل الفرق عايزه تكسب البطل، فده بيحط علينا يعني بريشر، وان احنا المفروض نبقى جاهزين اكتر، مش 100% يعني 200%. فان شاء الله احنا واخدين الموضوع ماتش بماتش. الماتش اللي جاي الزمالك في الزمالك ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب يعني الفوز باذن الله، ونجهز واحده واحده كده للماتشات بقى في الريجلر سيزون دي ان شاء الله لحد التوقف باذن الله. زي ما كان كابتن هيثم بيتكلم وضيوف في الاستوديو كابتن محمد سعاوي وكابتن طاهر رجب عن المكاسب وعدد كبير جدا من الناشئين بيخش معاكم، انتوا دورك لعيبه كبيره ايه معاهم بتتعاملوا معاهم ازاي؟ خاصه احنا ما بنشوفش فرق يعني، تقريبا الكوتش بيعمل طول الماتش روتيشن، عدد كبير جدا بيعمل تغييرات بالخمس لاعبين مره واحده، انتوا دوركم ايه وبتتعاملوا معاهم ازاي؟ طبعا قطاع الناشئين يعني كل شويه بيطلع لنا ما شاء الله موهبه من المواهب يعني كل سنه. السنه اللي فاتت كان عندنا عمرو زهران، مؤمن طبعا كان موجود من السنه اللي فاتت، السنه دي يمكن مؤمن اخذ دور اكتر. كريم ما شاء الله السنه دي يعني لما جات له الفرصه قدر يمسك فيها. بقيه اللعيبه طبعا انا مش عايز انسى حد، بس هم في ناس كتير بتمرن معانا. دورنا احنا كلعيبه يعني كبار ان احنا بنديهم الثقه، بنخليهم يلعبوا من غير خوف، بنديهم شويه نصايح، بس هم ما شاء الله يعني قادرين ان هم يلعبوا في فرقه كبيره زي النادي الاهلي، وقادرين ان هم يدوا ثقه للمدرب ان هو يعتمد عليهم. يعني فانت لو ما في اصابه مثلا في بوزيشن بلاي ميكر، كريم قدر ان هو ياخد شويه لحد ما عمر ان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لنا، فدي حاجه كويسه يعني. ما فيش دروب في الفرقه دي، بتدي ان انت بتدي يعني بوش للمدرب وللعيبه، ان انت ما عندكش يعني واحد مصاب خلاص لا كله يلعب، لا هو الحمد لله احنا عندنا 14 15 لعيب كلهم قادرين ان هم يلعبوا، ومع الوقت ان شاء الله الاداء يتحسن. طبعا الاداء مش ده اللي احنا منتظرينه حتى كلعيبه ومدربين، فاكيد كابتن هيثم متكلم في الموضوع ده، بس احنا واحده واحده الليفل بيعلى. يمكن السنه اللي فاتت برده كان الاداء ما كانش احسن حاجه في اول السيزون، بس مع الماتشات ومع التصحيح الاخطاء اللي احنا بنقع فيها بنقدر الحمد لله ان احنا نعلى، وان شاء الله يعني نعمل موسم تاريخي باذن الله يليق بالنادي الاهلي باذن الله. شكرا مهيب، وان شاء الله مستنيين البطوله في اخر الموسم. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع احمد مهيب، واحد من نجوم فريق كره السله بالنادي الاهلي. يا رب دايما النادي الاهلي في انتصاراته وبطولاته، دايما يا رب النادي الاهلي رقم واحد. كمل حضرتك كابتن هيثم، اتفضل.